التي تقدمها جمعية غيت الاهتمام بذوي صعوبات التعلم وذوي الإعاقات، تثلث صبغي، طيف توحد، تأخر ذهني، المواكبة، تصحيح النطق، تتبع النفسي وتتبع الحسي الحركي، وكذلك القيام بدورات تكوينية ولقاءات تحسيسية لفائدة الأسر والأطر التربوية. اليوم ارتأينا بشراكة مع مركز صحي عادل لتواصل اللغات القيام أو تنظيم لقاء تحسيسي تربوي لفائدة المربيين والآباء. هذا اللقاء هذا يتمحور حول إحدى أبرز صعوبات التعلم، ألا وهي صعوبة القراءة ديسلكسيا. اليوم احنا موجودين بمركز حي عادل للغات والتواصل في إطار لقاء تواصلي وتحسيسي مع المربين ومع الأسر حول واحدة من أشهر ومن اضطرابات الأكثر انتشارا اللي هي ديسليكسيا، عسر القراءة. إن شاء الله غنحاولوا نسلط الأضواء على هاد المشكلة التعلمية والنمائية، نطرقوا لها من أكثر من جانب مع مجموعة من المتخصصين، نحاولوا أننا نتكلموا في هذه المشكلة، نوعيوا الأسر، نوعيوا المعلمين بالخطورة ديالها، باستفحالها كظاهرة، بأهمية الاشتغال عليها لمساعدة التلاميذ على تمدرس أفضل، ومنعا للهدر المدرسي، ومنعا لضياع مجموعة من الفرص اللي ممكن أننا نمكنوا الأطفال، نمكنوا المتمدرسين من أنهم يتجنبوا العديد من المشاكل إلى اهتمينا بالظاهرة وفهمناها بشكل جيد إن شاء الله. الدور ديالي أنا بسيط، هو مساعدة الأطفال على تجاوز المحن والصعوبات اللي كيلقاوها لا في الكتابة ولا في القراءة. القراءة الكتابة لاغرافو بيداغوجي هي واحد الوسيلة من الوسائل اللي كتساعد الأطفال أنهم يخرجوا من هذه القوقعة ديال الكتابة الغير المقروءة. وبالنسبة للقراءة تنساعدوا الأطفال أنهم يمتلكوا واحد الوعي الصوتي اللي كيساعدهم على تخطي صعوبة القراءة.